بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة الحمد لله. هنبدأ النهاردة مع بعض فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. هنشوف مع بعض نتبل الفراخ. اها، هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. هنتبل مع بعض التتبيلة بتاع الفراخ. انا هحط الاول معلقة كبيرة من الخل كده في الخلاط، كله هحطه في الخلاط مع عصرة ليمون اهو، واحط قرن الشطه اهو الاحمر، وبصلايه، كل التتبيله بتاعتها عشان تكون ناعمه والفراخ تشرب منها. هحطها في الخلاط واضربها تشرب مع بعضها. ومعايا حوالي طماطمتين اتنين اهو، بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهجيب فصين توم اهم، هحطهم اهم، خلوا ريحه الفراخ جميله جدا. وهحط معايا معلقه كبيره من الزبادي اهو، ان شاء الله هحط معلقه زيت حلوه كده اهو، وانزل بالبهارات بتاعتي اللي هي الكمون والبابريكا والكزبره الناشفه والفلفل الاسمر والملح اهو، ومعايا ورقتين من اللوري اهو، اهمت احطهم معاهم كمان، وهضربهم في الخلاط وهرجع لكم تاني. وانا ضربت التتبيله يا حبايبي بالشكل ده، هنزل عليها على الفراخ بتاعتي اهي. انا هسيبها تشرب من التتبيله، هقلبها كويس قوي في التتبيله بالشكل ده كده، وهسيبها حوالي ساعه في قلب التتبيله كده، حوالي 3 ساعات، اسف، حوالي 3 ساعات، مش اقل من 3 ساعات في التتبيله تشرب منها. ونرجع نشوف هنعمل ايه. وهجهز يا حبايبي معاكم صينيه البطاطس. انا هنزل بالبصل اللي انا مقطعاه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هجيب حبة فلفل اسمر، هدعك بيهم البطاطس كده، البصل كده، الجزر، جزر وفلفل الوان اهو، احمر واخضر اهو، هنزل عليهم بالشكل ده كده. وبعد كده هجيب البطاطس بتاعتي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وزد وسلم على سيدنا محمد وبارك، اللهم امين يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالبطاطس بالشكل ده كده، طبعا الفراخ في التتبيله مش اقل من 3 ساعات، بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. بعد كده شوية من الملح، وحبة من الكمون، البطاطس بتحب الكمون اهو اهو، وحبة كمان من الفلفل الاسمر، هقلبهم في بعض كده. وهنزل يا حبايبي بعصير الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اوزع الطماطم كده في كل النواحي كده، تاكلوا احسن صينيه بطاطس، كفايه بس ريحتها جميله جدا.
ان شاء الله الفيديو يكون هيعجبكم باذن الله. بالشكل ده كده يا حبايبي اهو اهو. حط حبه طماطم اللي فاضلين، اللي بقى كويس قوي كده هم مع بعضيهم، عشان ارص الفراخ اللي بقى لها في التتبيله مش اقل من 3 ساعات عشان تشرب من التتبيله بتاعتي. بس كده يا حبايبي انا هجيب الفراخ بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده انا هجيب الفراخ ارصها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هشيل التتبيله من عليها، التتبيله جميله وريحتها جميله، انا هحطها كده تاخد لون الشوي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويكون عشان يوصلكوا كل جديد. واتمنى ان الاكل يكون بيعجبكم. ويا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل بحبه زيت اهو بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل اللي انتم شايفينه كده. وبعد كده انا هدخلها الفرن، وما تطلع ان شاء الله باذن الله نشوفها مع بعض. وكده يا حبايبي خلصت صينيه البطاطس اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، والفراخ استوت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الفراخ، بصوا يا حبايبي استوت اهي، والفح وخدت اللون الجميل بتاعت التتبيله بتاعتها اهي، والبطاطس الصراخه استوت اهي، والجزر وكل الخضروات اللي فيها استوت. وان شاء الله يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي شير وتشتركوا في القناه وتدوسوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.